صباح جديد يا جماعه، انا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بحضراتكم وابنائها المخلصين في كل مكان حتى لو كانت شديده الحراره. صباح الفل يا طارق. صباح الخير يا هلا، صباح الخير على حضراتكم. يا رب يوم جميل على مصر الحبيبه كلنا. احنا داخلين في اجواء مهمه جدا وبنتكلم على تجهيزات وتحضيرات نهله لامم افريقيا. طبعا يعني مش عايز اقول لك يعني قد ايه الاستعدادات وقد ايه الاهتمام وقد ايه كمان الشكل الجمالي اللي بقت فيه الاستادات حاجه بجد تدعو للفخر. يعني طبعا البنيه التحتيه ده شيء اساسي في تنظيم بطوله بحجم كاس امم افريقيا اللي احنا بننظمها للمره الخامسه. كان الكاميرون المفروض تنظمها لكن البنيه التحتيه في الكاميرون ما كانتش جاهزه، وبالتالي مصر ابدت استعدادها لتنظيم هذه البطوله اللي هتقام من يوم 21 يونيو الى 19 يوليو القادم باذن الله. مصر بتزدان 600 اتوبيس سياحي او هيئه نقل عام بشكل سياحي هيكونوا موجودين لخدمه الناس وتوصيلهم للاستادات اللي طارق فعلا قال قد ايه هي تطورت وبقى شكلها جميل، وده هينفعنا طارق بعد كده حتى بعد البطوله. انا هرجع شويه لورا معاك يا نهله للمنافسه. صحيح. في تجهيز ملف امم افريقيا، نتكلم على جنوب افريقيا. جنوب افريقيا احدى الدول اللي نظمت قبل كده كاس عالم، احنا بناخدها ب 16 صوت. الفكره نفسها انه مش مصر بس بتعود لحضن افريقيا بما حدث دبلوماسيا ولكن كمان شعبيا كمان كرويا، ودي ده جزء مهم جدا وده هنشوفه ان شاء الله. هنشوف جمال التنظيم وجمال الجمهور وهو موجود في الاستادات، كمان عظمه الموضوع كله في البنيه الاساسيه المعلوماتيه. طبعا. خلاص انت هتخش انت معروف مكانك، معروف الكرسي بتاعك، معروف هويتك انت مين، وده هيفيدنا جدا في القضاء على الشغب في الملاعب. وزي ما سمعت يمكن الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اتكلم قال ان احنا هنطبق نفس المنظومه دي في بطوله الدوري العام لكره القدم الموسم اللي جاي، وده انا بشوفه انه عظيم جدا لانه هنشوف استادات وهنشوف جمهور مره تانية اللي هو اللاعب رقم واحد في كرة القدم. كمان فكرة الفان اي دي دي هتقضي بقى على اي شكل من اشكال طبعا. الفساد، لانه خلاص مش هيبقى في احتكار ولا سوق سودا، الناس هتدخل تحجز تذكرتها عبر الانترنت وبالتالي خلاص مش هيبقى في ان شاء الله اي مشكلة جديدة في هذا المجال. فان شاء الله مصر تنظم هذه البطولة بنجاح. هيكون النهاردة معانا للحديث عن هذه البطولة وتأثيرها حتى فيما بعد البطولة على البنية التحتية، على السياحة، على العلاقات المصرية الافريقية، الكاتب الصحفي ماهر عباس نائب رئيس تحرير الجمهورية، هكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله. طبعا بالتأكيد احنا بنتابع المؤتمر من المؤتمرات اللي أنا بشوف إن هي مش بتقربنا بس في أفريقيا ولكن خلاص فتحت باب العمل كمان بيننا وبين أفريقيا بشكل مباشر، وهو المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، وده كان تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفكرة إنه السيد الرئيس يدعو لمثل هذا المؤتمر وأنتوا حضراتكم يمكن متابعين وعارفين، ويمكن هنا فتحنا في مصر جميله ملف افريقيا على مدى طوال شهر رمضان، فبنتكلم على العادات والتقاليد وبنتكلم على البروتوكولات وبنتكلم على حاجات كتير جدا. احنا كمان هنتكلم على جزء مهم جدا بيقضي على الاقتصاد الافريقي وده بيأثر بشكل مباشر مكافحه الفساد. مصر كان ليها تجارب كبيره جدا في هذا المجال هنقدر ننقلها لاشقائنا في افريقيا. نتكلم كمان على منظومه متكامله اتكلم فيها السيد الرئيس في هذا المنتدى، وحضور اكثر من 200 شخصيه افريقيه مهمه جدا على المستوى الافريقي، ده جزء كان مهم جدا. هيكون بيشرفنا في هذا اللقاء وهنتحدث عن هذا المنتدى الاستاذه الكاتبه الصحفيه الاستاذه عبير زهير، وهنتحدث عن اهم 10 رسائل وصلها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم كله لافريقيا تحديدا في هذا المنتدى. اذا الحلقه النهارده هتكون افريقيه ايضا بامتياز، ما بين تنظيم كاس امم افريقيا 21 يونيو حتى 19 يوليو وبين منتدى مكافحه الفساد في افريقيا واللي انطلق بالامس ويستمر اليوم. بالامس كان في جلستين، النهارده في 3 جلسات اخرى بحضور 51 دوله بالاضافه الى 4 دول من الدول العربيه الشقيقه ضيوف هذا المنتدى. بعد الفاصل نلتقي من جديد واولى فقراتنا ان شاء الله. سياحة المؤتمرات هي من أهم أنواع السياحة الثقافية،
فهي تهدف إلى الترغيب في المعرفة وتوسيع دائرة المعلومات الثقافية والحضارية لمصر. فسياحة المؤتمرات والمعارض نمطا سياحيا هاما للدخل القومي. بصفة عامة كل صور السياحة من شأنها زيادة الدخل القومي، وما فيش شك أن سياحة المؤتمرات إلى جانب زيادتها للدخل القومي كنوع من السياحة لها بعد آخر، قد يكون بعد ثقافي، بعد طبي، إلى آخر هذه الأبعاد المتعددة اللي بتشملها نوعيات المؤتمرات المختلفة. شايف أن مصر ولادة في سياحة المؤتمرات، وإحنا عندنا الأجندة عليها تواريخ جديدة كتيرة جدا في سياحة كل المؤتمرات، سواء اقتصادية، سواء زراعية، سواء طاقة، سواء بترول. يعتبر حاجة كويسة بالنسبة لمصر، وبس أهم حاجة أن المؤتمر يطلع بصورة كويسة، حاجة تشرف تليق باسم مصر، بحيث برضو الناس اللي جاية دي تبقى واخدة فيدباك كويسة، يروح يسافر بلده يقول للقرايبه يقول للأهل والله البلد دي كويسة وفيها ناس كويسة وبنتعامل أحسن معاملة، بتزود الدخل القومي، بتبرز الحاجات الكويسة في مصر. يتيح موقع مصر الجغرافي ومكانتها السياسية فرصة كبيرة لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنويا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والطبية والمهنية.